تدرس من بداية السنة. هذا الشرط شرط متفق عليه تيكون في من بين البنود ديال العقد. وحنا كنعبروا عليهم على حسب الرضا ديالنا للاعبين. يعني ما غيكونوش منحات او منحة استثنائية للظفر باللقب. هي حنا المنح بداو من بداية السنة. وتترتفع كل ما كانت المردودية وكل ما كانت ما يمكنش واحد كيقدم واحد الأداء وكيطوره وانت ما تصورش معاه في المنح، انت كتعطيه واحد الحافز باش يكون هذاك الأداء جد متميز على الأداء الأول. إذا قد ما ترقى وبدات كتعطى صورة ديال الانضباط وصورة ديال العمل الجاد ما كتطلع عدد التخفيضات زعما كنا القيمة ديالو المالية. القيمة المالية ديال التحفيز. واخا سي سعيد بالنسبة للإشاعات اللي كتقول بأنك كتحفزوا الفرق الأخرى اللي كتنافس فرق أخرى يعني منافسة لوداد على اللقب. أنا دائما كنقول ما عمر الإشاعة كانت مصداقية. اللي بغى يقول شي حاجة يثبتها خلينا دابا حنا ما عندناش حاجة أخرى. ولا حنا ما بغاو يقولوا لي باش نبدا نجاوب أنا ما 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 معنيش أنا اللي معني به هو الفرق ديالي خصو يكون محفز وينتصر هو. وانا ما بالي حنا كنت نفسه حنا هذه راه منافسه شريفه نازهه تحت لواء الجامعه الملكيه ديال كره القدم اللي تعطي برامج زعما كاين عادله وحتى بالنسبه لجميع المكونات ديالها تيكون امور زعما كاين ما عندنا. كسؤال اخير سي سعيد اسمح لي طولت عليك، هو الجميع لاحظ بانه ما نقولوش قميص الوداد وانما سياسه الوداد المستقبليه اعتمدت على مستشارين القيمه الكبيره، ربما اول مره شاركه هي كانت مغربيه اماراتيه قبل ولكن بهذه الطريقه اول مره شركه ربما سامسونج تدخل المغرب، ربما الاصداء كتقول شركه تركيه. هذا التوجه هذه السياسه سي سعيد واش غتوقف هنا ولا باقا كاينه شي حاجه كما نقولوا باقا الخير القدام؟ وشنو التطلعات ديالكم بالنسبه لهاد الصوره هذه؟ وما يمكنش انا نكون كنحفز اللاعبين ديالي وانا ما عنديش برنامج منين غادي نجيب باش نحفزهم. راه هو دائما تنقول بان الاشكاليه كتكون فين؟ كاينه في الكره الوطنيه بصفه عامه عن جميع الفرق عندهم مشاكل ديال السيوله. ولكن كيفاش غنلقاو الحلول لهذه السيوله؟ كتكون بان الحلول وهي نتائج والارتقاء ديال النادي ككل. تمشي به الى ما هو احسن. تتقلب على جميع العوامل اللي غادي تخليك تكون كتعطي اداء افضل من اللي كتعطيه. وهذا الشيء خصو يكون استمراري، ما يكفيش يتوقف لان هذا حتى يكون شيء مكتسب خصك تطورو وتنميه. واخا سي سعيد بقى واحد اللبس ديال طيران الامارات كلشي كيقول واش غتكون على التوني ولا فقط هي شراكه؟ اولا احنا كل حاجه كنجيبوها في الوقت في التوقيت ديالها. اي حاجه ما يمكنش انا نبدا نخرج الاشاعات. انا كنقول باننا احنا عطيناكم اشنو وقعنا، عطيناكم وقعنا ان كاينه واحد الشركه فيها بنود باقا ما تفعلهاش وهذوك البنود غتفعل ابتداء من السنه المقبله بعد نهايه الموسم الرياضي. الحاله انت تعرف بان عندنا حنا مستشارين ولو نجيبوا مستشارين اخرين فين غادي نديرهم؟ نقول لهم احنا وقعنا معكم وضاعوكم. كل واحد كنتفقوا معاه بناء على المستشارين اللي غادي نمشيو اللي ما عندناش معاهم جديد وبناء على ان راه توني راه ما يمكنش انا نجي نبقى نزوقوا بالهضره خويا نبدا ندير المستشير زائد المستشير المساوي للاسف. متفقين 100%. واخا شكرا بزاف سي سعيد وسمح لينا بزاف. ما فيما يخص هنا شي تيقول هنا هذه حنا المسائل كل حاجه راه كنعطيوها في التوقيت ديالها. ما يمكنش انا نجي ولا هاد شي حدانا اليوم قال عطاني كلمه وغدا خوا بيا دابا انا نولي انا كنخوض الجماهير ديالي. ما يمكنش. متفق. انا كل حاجه غادي تعطى في الوقت وفي التوقيت اللي غادي
يتم الاتمام والاعلان عليها رسميا. رسميا. اذا انت بحكم هذه الشراكه وهذه الاتفاقيه حتى الدوريات اللي قيل ان الوداد بغات تشارك فيهم خارج المغرب برعايه الفريق الاماراتي ودابا ما باقين ماشي رسميا. انا نقول لك لا ماشي ماشي رسميا. نعم كاين هذه الدوريات راه عندنا عروض من بعض الدول الاوروبيه والخليجيه ولكن راه ما يمكنش حنا نوافقوا لهم، حنا مازال ما عندناش البرنامج ديال الموسم المقبل او حيت غادي حنا انت حنا تفاجئنا كنا ما لعبوش كاس العرش. ما يمكنش لينا كون عطينا شي توقيت لشي نادي غنقول لهم حنا غنلعبوا غنسالوا البطوله حنا في ماي ونلعبوا معكم حنا في جوان، ولكن في جوان ما كاين كاس العرش. جوان كاين كاس العرش ولكن غنديروا في هذه المسابقه نتخلاو على كاس العرش؟ ما يمكنش. ما يمكنش. فخصك يكون عندك البرنامج حيت كتوضع الجميع البرنامج ديالها وتتعطي على حساب البرنامج اللي انت ممتاز به. وتشوف الفرق الاخرى حتى هي عندها برامج. اذا هذا اطار البرامج لا ديال الفرق لا ديال اللعبة معها والبرنامج ديالنا حنايا الوداد اللي كيتولى مع اللي خصو يمشي مع البرنامج ديال